مرحبا بكم في فيديو جديد. فرحانة برشا اللي رجعت لكم فيديو نصائح كيما عودتكم كيما حبيتوا الفيديوهات متاعي. اليوم باش نحكيو على المكياج في فصل الصيف. صيح بالسخانة ما يشدنيش الفون دي طان، كله يبدا يتبلبص في وسط النهار. دونك اليوم رجعت لكم بالحل. ان شاء الله باش نوري لكم خطوات بسيطة وخفيفة نجموا تطبقوهم باش تخلوا المكياج متاعكم يدوم لكم اكثر وقت من غير ما يجرالو حتى شيء. دونك اذا كنكم تحبوا تعرفوا كيفاش وقعدوا معي. بتبيع قبل ما نبدا الفيديو، اذا كان ماكمش مشتركين ما تنسوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. اول حاجه ننصح بها للي بشرتهم تزيت برشا انهم يستعملوا ماسك الطفل، احنا نسموه الطفل، اللي يتباع بسعر رخيص برشا. دونك ويكفي انكم تخلطوه مع شويه ماء معدني طبيعي والا شويه ماء ورد وتحطوه على وجهكم، يمتص الزيوت اللي في البشره الكل ويدخل في المسامات كيف كيف، ينحي لهم الزيوت نتاعهم ويخلينا البشره نتاعنا ما تزيتش في وسط النهار. دونك ننصحكم انكم تستعملوه مثلا حد ما تقوموا في الصباح اذا كان عندكم مناسبه وسط النهار تعملوه قبل ما تعملوا المكياج نتاعكم. في نصيحه يمكن تظهر لكم قاسيه شويه لكني سمعتها من عند طبيبه جلديه وقتها في التلفزه، حكيت على غسلين الوجه بالماء البارد، الماء البارد المثلج، يعني تخرجوا ثلج من الكونجيلاتور نتاعكم تحطوه في بول في صحفه نتاع ماء ومن بعد تغسلوا به وجهكم، باهي برشا باش يسكر المسامات، خاصة اللي المسامات نتاعهم برشا مفتوحة تشوفوهم هذوكا نكوت نكوت اللي في الوجه. دونك باهي بالكدا بالكدا يعاون انه البشرة ما تزيتش ما تعرقش وانه المسامات تتسكر. والخطوة هذيا تعاوننا برشا، علاش؟ على خاطر شمال ويكونوا المسامات محلولين اكثر، شمالها البشرة تزيت اكثر وتعرق اكثر. دونك افضل حل ان نسكروا المسامات هذو. نتعداو توا لخطوات المكياج ونوريكم الخطوات بالضبط كيفاش تنجموا تخلوا المكياج نتاعكم يدوم اكثر في السخانه من غير ما يسيح. مهم جدا المكان اللي تعملوا فيه المكياج نتاعكم، ما تعملوش في بلاصه تكون هي ديجا سخونه وانتم ديجا عرقانين. دونك تعملوا فوق العرق وفوق وفي السخانه وكذا، ولا مقابلتكم شمس لازمكم ديما بلاصه بارده. انا ديما نعمل في الكليماتيزور، يعني نحل الكليماتيزور ونعمل المكياج نتاعي هكاكا نبدا سور انه حتى شيء ما يتحرك. ولا مثلا تنجموا تستعملوا مروحه تقعدوا تحطين المروحه قدامكم، هذه مروحه صغيره تنجموا تستعملوا المروحه الكبيره وتحطوها قدامكم وتحاولوا انه يكون وجهكم بارد. اول حاجه باش نستعمل باز والا برايمر. دونك البرايمر ديما نشروه غالي شويه، دونك هذايا برايمر من عند ماك انا نستعمل فيه، معناها حاجه بروفيسيونيل. السعر نتاعو السعر نتاعو في 100 واش، دونك 100 دينار وحاجه. بالنسبه للاستعمال اليومي تنجموا تستعملوا النيفيا مان هذيا، دونك هذيا برودوي نتاع الرجال، راهو يعملوه الرجال بعد ما يحجموا لحيتهم. لكن دونك تعرف برشا انه زيدا يحافظ على المكياج ويتستعمل في بلاصه البرايمر. نيكي توتوريالز كانت تعرفوها في اليوتيوب هي اللي طلعت الحكايه هذيا واكتشفت الاكتشاف العظيم هذا. دونك انا بدي جربتها وشنو المميزات نتاعو، انه فيه كل ماده تتلصق شويه، دونك يخلي المكياج يلصق اكثر ويخلي المسامات نتاعنا تتسكر. باش ناخذ الكميه هذه ونحط خاصه على الزون اللي تزيت برشا اللي هي معروفه الخشم، هنا هنا اسمها زون تي. علاش تي؟ على خاطر تعمل كانه حرفتي هكا تمشي. نحط البرودوي بتاعي مليح، شفتوا كي نحط ديما ننزل ندخله للمسامات، هو شنو يعمل؟ يجي يسد المسامات نتاعنا. باش نجي قبل ما نتعدل الخطوه اللي من بعدها نشيح البرايمر نتاعي، نخليه شوفوا يا اذا كان ما عندكمش مروحه كيما هكا والا ما عندكمش حاجه اي حاجه حتى كردونه تمرحوا بها، دونك تنجموا تخليوها هكاك يشيح من عند ربي، معناها ياخذ لكم اكثر وقت. باش نربح انا الوقت دونك نشيحوا بالمروحه هذيا. الخطوه اللي من بعد باش نستعمل بودره شفافه، انا باش نستعمل هذه من كريالون. فما برشا ماركات فما اللي يجيو غبره كيما هكا اللي انا باش نستعملها توا، فما اللي يجيو مضغوطين كيما هكا. والمنتج المهم برشا في الخطوه هذه هي الاسفنجه اللي تحطوا بها. دونك شوفوا عاده نعملوا البودره بعد ما نعملوا الفوندوتان تاعنا، المره هذه قلت لكم باش يقعد لكم اكثر وقت وباش نزيدوا اكثر نسكروا المسام نتاعنا وما تتاثرش بالسخانه وبالعرق، باش نستعملوا البودره باش نسكر المسامات بعد ما عملت البرايمر. وشفتوني كيفاش باش نشدها، دونك حطيتها بين زوز الصوابع وزوز الصوابع هذوما باش نجي نسكرها بيهم باش نجي نضغط البودره، يعني ريتو ما نجبدش نضغطها في المسامات، يعني نجي هكا شفتوا
عملت كمية كبيرة باش تبين لكم في الكاميرا، لكن انا طبعا ما نستحقش الكمية هذه الكل، باش ننقص منها شوية، ننقص كما قلت لكم ونجي نطبع. ريتو تدكوش عليها الطابع هذيك متاع تاع البلدية نجي نطبع هكيكا. تعرفوا شنو باش تلاحظوا انتو في الخطوة هذية؟ ديريكت تلاحظوا اللي المسامات متاعكم ولو فلو، يعني كاينكم عاش تشوفوا فيهم المسامات. تدكوش عليها عاملة فلتر، انا توا كي نروح روحي في المراية تدكوش عليها عملتك الفلتر اللي رطب متاع الانستغرام بالضبط. نعرفش اذا كان توا تلاحظوا في الفرق بين الجهة هذه وهذه والا لا، ايضا الفرق واضح عندي على الاخر. ونجي كيف كيف نضغط بالشكل هذايا لين تختفي البودرة تماما في وسط المسامات. تعرفوا علاش نأكد لكم انه تبقى تكون جويدة برشا وما تتشافش وانكم تنزلوا بالقدية بالقدية؟ على خاطر اذا كان تخلوا الطبقة تتشاف كي تجون بعد تحطوا الفوندوتان بتاعكم يتعجن، يتعجن الفوندوتان خاطر حاطين تخيلوا حاجة بودر بعدها حاجة سائلة، دونك كاينكم ما حاجين تقطوا. باش نجي نستعمل الفوندوتان هذايا متاع بورجوا هذايا هيلثي ميكس، ياسر حلو، سعره مرفق وياسر حلو. باش نجي نستعمله باسفنجة، مهم جدا راهو طريقة الاستعمال، لازم اسفنجة. نأكد لكم على خاطر كيف كيف باش نضغطوه الفوندوتان على الوجه، مانيش باش نحطوه بيدينا خاطر ينجم يتخلطرنا مع البودر اللي حطيناها قبل ويتعجن كل شيء. نحبو طبقات فوق بعضهم، ما نحبش الدنيا مخلطة. نحاول انه طبقة الفوندوتان اللي باش نعملها ما تكونش سميكة برشا، ديما نحب كل شيء خفيفي انا في الصيف. ونجي نطبطب وننزل كيما العادة هكا، شفتوا؟ ونحط بو انا سريعة شوية راني خاطرني مستنسة متعودة يعني، لكن انتم تنجموا في عقلكم تنزلوا مليح حاولوا انها تبقى تكون متوازية. شفتوا ما يعجنلناش بالكل بالكل، كأن ما حطيناش بودر تحته. فوالا تلاحظوا كيفاش الطبقة متاعي حلوة برشا متوازية، ماشي كل شيء مع بعضه. هذي بلاش فوندوتان وهذي بالفوندوتان. باش نكمل الان نعمل النص الثاني ونرجع لكم. توا بعد ما كملت الفوندوتان متاعي باش نجي نحط لونتي سيرن بنفس الطريقة، نجي نطبطب وننزل عليه. توا نفس الخطوة اللي عملتها للبرايمر باش نعملها للفوندوتان تاعي، اني نشيح الفوندوتان. شوفوا خاطر من بعد باش نجي نثبت، باش نعاود نعمل بودرة فوق توا باش نثبته قبل ما نعمل البودرة متاعي. مهم برشا اني نخليله الوقت الكافي انه يشيح، والا نستعمل المروحة كيف باش نربح وقت ونشيحه بالهواء البارد. علاش الخطوة هذه؟ بكل بساطة كيما قلت لكم نرجع ونعاود، ما نحبش الفوندوتان تاعي يعجن لي. اذا كان نجي نحط البودرة والفوندوتان تاعي مازال مبلول باش يمتص البودرة كلها ومن بعد يولي لي هيك يتكتل، ما نعرفش اذا كان تشوفوا يولي كل بلايص بلايص، والا اللون نتاعو يتبدل. ساعات كي نحطه هو مازال مبلول اللون نتاعو يا يمشي على الاورانجي يا يغمق يا يولي كرمادي ولا كيفاش. دونك مهم اني نخلي له الوقت انه يشيح، ما نعملوش البودره بعد الفوندوتان ديريكت. تو نرجع نفس الخطوه اللي عملتها قبل الفوندوتان، كميه صغيره دونك نحي الزيت وننزل بالطريقه هذه باش نثبت الفوندوتان تاعي. كما تشوفوا تظهر لكم برشا خطوات لكن تحسوا اللي الخطوات تتكرر، يعني مش برشا منتجات، جوست انا قاعده نعمل لكم بشويه بشويه باش نفهمكم التكنيك، لكن لو ما ياخذش من وقتكم برشا هذا الكل. نجي ننزل بالطريقة هذه. سألوني إذا كان ممكن مثلا نستعملوا فوشة توا باش نحطوه فوق، لا ديما نأكد لكم أنكم تستعملوا الإسفنجة هذه وتعملوا التكنيك متاع الضغط. نحب كل شيء يسكر المسام. يدي هذه نحي فيها الزيت، شوفوا كيفاش برابر على يدي هذه، ممكن تحسوها هذه رطبة فيها البودر على خاطر جست باش نوري لكم الإفيه متاع البودر، وهذه تحسوها الخطوط تبين برشا.
ما عرفش اذا كان واضح في الكاميرا ولا. طيب باش نتعدى لاخر خطوة في المكياج متاعي اللي هي الفيكسينج سبراي، يعني هذايا مثبت مكياج تنجمو تشريو، هذايا حلو برشا من ماركة اوربن ديكي، فما متاع كريالون نستعمل فيه الكريونات الكل طيارة مش نورمال، تحسوا كأنه عرفتوا اللاك متاع الشعر ريحته نفس ريحة اللاك متاع الشعر. وبالنسبة لي ما عنديش الجرأة اللي نجرب نستعمل لاك شعر على الوجه بالطبيعة، لكن بالحق متاع كريالون ريحته كيما ريحة اللاك متاع الشعر بالضبط، ما نعرفش اذا كان فما مكون هو نفسه اللي موجود في كلا المنتجين والا لا. وهذا زيد حلو برشا، دونك باش نغمض عينيا ونرش شويه على وجهي. لاحظوا اني انا عملت السبراي على التام تاعي، اكثر حاجه نحبها تثبت هي التام تاعي، خاطر الوجه هو اللي يعرق. بعد انا باش نكمل المكياج متاعي، باش نكمل مكياج العينين الفم، نعمل شويه هكا برونزر وشويه فرجو وكل، لكن بالنسبه للتان هو اهم حاجه. هو بالعربي اسمه كريم اساس، والا كيفيه تطبيق الاساس، يعني هو الاساس الباز. هذوما بالنسبه للخطوات اللي باش تخلي لكم المكياج متاعكم يحارب السخانة. عندي نصائح أخيرة باش نقولهم لكم قبل ما نكمل المكياج متاعي، اللي هما انكم في وسط النهار اذا كان مثلا باش تعملوا المكياج هذايا في النهار في الصباح معناها، واش تقعدوا بيه تعرفوا مدة طويلة وتخافوا لانه بالسخانة ياسر، ولا خاطر فما بلايص مثلا احنا في جربة ساعات 50 درجة سخانة، ونعرف زادة جماعة الخليج كيف كيف عندهم برشا سخانة في الليل، فما ندوة وحاسين برشا حاجات. دونك تخلوا في الساك متاعكم ديما ال هذه شنو يتسمى كيل بابيي، بون هذه من ماركة كلارانس، هذه غالي تباع مع البودرة متاعهم ماركة كلارانس. عارف شنو يتسمى بالعربي؟ مش مكتوب عليه بالعربي، لكن هو بابيي ماتيفيون. دونك شنو يجي يعمل اذا كان زيت شوية الوجه في وسط النهار، تجو على البلايص اللي فيهم الزيت وجست تحطوا البابيي كما هكا ديريكت، يمتص الزيت اللي على الوجه من غير ما يمس الفون دو تام تاعكم. دونك دوب ما تحسوا الوجه نتاعكم بدا يعرق تعملوا بالطريقه هذه. بون هذايا غالي كما العاده، ما نحبش ننصحكم بحاجات غاليه خاطر مش الناس الكل تقدر عليهم. تنجموا تاخذوا بابيي، ليتو بابيي ديما طبقات، ما نستعملش البابيي كامل هكا، علاش؟ على خاطره خشين وينجم يمسح لي الفون دو تان نتاعي، حاجتي بطبقه خفيفه اللي تمتص الزيت اكهر تمتص السيبان. شو نقص منها شويه، قصوا بالمقص، تنجموا تعملوا مربعات صغار ولا مستطيلات كيما هكا، وتخلوهم ديما في السطوش نتاعكم. دونك شناخو، شفتوا مخافها، ونجي انا توا مش وجهي مش مزيت راهو، انا باش نوريكم كيفاش يتحط هيك يدوب ليش يتحط من غير ما ننزل لحد شيء، نخليه يمتص. وحاجه ثانيه اللي ديما لازمكم تخلوها في الساك نتاعكم هي البودره نتاعكم. شفتوا ماكمش باش تخسروا ياسر فلوسكم، خاطركم بالحق البودره حاجه تجروها وتستعملوها الصيف كامل، مهمه برشا. دونك نفس الطريقه، حد ما تحسوا اللي وجهكم زيت تمسحوه بالبابيي هذايا، من بعد تحطوا على البلاصه البودره وكل شيء ينشف ويسدكم سويعتين ثلاثة سويع واحد اخرين. دونك تنجموا تاخذوا البودره هذايا بتبيعها اذا كانت ساعدكم اكثر انكم تحطوها في الساك نتاعكم، فما اللي اصغر من هكا يتباعوا وبراتيك. هكا نكون وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله الخطوه تعجبكم ونصائح تستفيدوا منهم. انا كما تشوفوا مشيت كملت المكياج نتاعي، كملوا الخطوات عادي كاي مكياج واحد اخر مش مشكله، اهم حاجه هي الاساس والخطوات اللي وريتهم لكم. كان عندكم اي اقتراحات واحده اخرى ما تنسوش تخليهم لي في التعليقات، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جاي. باي باي.